نتوجه إلى مراسلين في واشنطن هبة نصر وأيضا مراسلنا رائد جبر في موسكو لنستطلع الموقف هناك. أولا معك هبة، خصوصا وأنه تم استدعاء السفير الأمريكي في أنقرة من أجل إطلاعه على سير هذه العملية العسكرية كما جاءت في وسائل الإعلام. فضيلة، فقط لننتظر قليلا في موضوع استدعاء السفير، لأنه تردد في بعض المواقع أيضا إلى أن استدعاء السفير جاء على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي فيما خص العقوبات على تركيا أو الاقتصاد، لكن أوضحت لاحقا وسائل الإعلام التركية بأن الاستدعاء هو لإطلاعه على تفاصيل العملية. الآن في التفاصيل، ما يتوقع اليوم على ما أظن سيكون هناك صمت من قبل الإدارة واستنكار من قبل أعضاء الكونغرس. الصمت هو نتيجة أن هذه العملية ما كانت لتتم لو ما انسحبت الولايات المتحدة من هذه المنطقة أو أخلت هذه المنطقة التي تقع فيها الآلية الأمنية التي تم الاتفاق عليها بين الولايات المتحدة وتركيا. بحسب مراسلة فوكس نيوز، ولم أستطع تأكيد هذا الخبر، عندما طلبت قوات سوريا الديمقراطية من الولايات المتحدة فرض منطقة حظر طيران حتى يعني لوقف الهجمات التركية، مراسلة فوكس كتبت بأن الجيش الأمريكي تلقى أوامر بعدم المساعدة. الآن أرسلت للاستفسار من قبل البنتاغون وننتظر أي رد من قبلهم. بالأمس كان هناك بيان خجول من قبل البنتاغون دافع فيه عن القرار وقال إن القرار اتخذ بالتنسيق بين الرئيس، قرار انسحاب القوات الأمريكية من تلك المنطقة اتخذ بالتنسيق بين الرئيس الأمريكي ووزير الدفاع، لكن مع معلومات وسائل الإعلام أنه كان قرار الرئيس الأمريكي. اليوم تحدث الرئيس الأمريكي عن كلفة الحروب الأمريكية في الشرق الأوسط، كلفة مشاركة ودخول الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط. هناك تململ، هناك ارتباك في الإدارة. الآن يتوقع خلال ساعتين أو ثلاثة أن يكون هناك صمت على الأقل من قبل الخارجية والدفاع وأركان الإدارة التي تعمل لحساب البيت الأبيض، بينما بالتأكيد سيكون هناك تصريحات نارية من قبل الكونغرس، ويؤمل أن تدفع باتجاه قرار ما أو ضغط على الإدارة للتدخل، لكن قد يكون الوقت قد تأخر فيما خص أي تحرك أو وقف للهجمات التركية. سنكون بالانتظار، أعتقد أنه سيكون نهار طويل، لسيما أن الإعلام الأمريكي بدأ بتناول هذا الموضوع بشكل نقدي تماما للإدارة. نعم فضيلة. نعم هبة، ننتقل إلى مراسلنا رائد جبر في موسكو. رائد، موسكو قالت بأن العملية العسكرية التركية اعتداء على السيادة السورية بعد ما وصف بصمت طويل من موسكو إزاء هذه التهديدات التركية. ما الجديد في الموقف الروسي بعد أن نفذ أردوغان تهديده؟ يعني موسكو منذ البداية كانت ادعت إلى أن لا تقوم أي عملية يمكن أن تؤدي إلى تهديد السلام الإقليمية، سيادة سوريا وسلامة أراضيها. لذلك هذا الموقف يعني ليس جديدا في الواقع، إنما كان هناك تنبيه خلال مكالمة هاتفية جرت بين الرئيسين بوتين وأردوغان اليوم، تنبيه روسي كان يعني وفقا لبيان الكرملين أن بوتين دعا نظيره التركي إلى إجراء تقييم شامل للتداعيات المحتملة لهذه العملية وتأثيرها ليس فقط على التسوية السياسية في سوريا، إنما على سيادة مبدأ صون سيادة وسلامة الأراضي السورية. إذا الموقف الروسي واضح، يعني لا يوجد حتى الآن أي نقاط جوهرية أو تبدل في هذا الموقف. كانت موسكو في وقت سابق أعلنت عن تفهمها للمصالح الأمنية لتركيا، ولكن في نفس الوقت هي دعت دائما إلى الالتزام بمبدأ صون وحدة وسلامة الأراضي السورية. من هنا جاءت الدعوة الروسية لأنقرة لفتح قنوات حوار مع دمشق من أجل محاولة تقريب وجهات النظر، التوصل إلى آليات مشتركة تضمن من جانب مصالح تركيا الأمنية في الشمال، ومن جانب آخر تضمن أو يعني تقوم أو تفضي إلى مد السيطرة، بسط سيطرة الحكومة السورية على كل أراضيها. أيضا اليوم كان هناك دعوة من جانب الوزير سيرجي لافروف
لفتح قناة حوار مماثلة بين الجانب المكون الكردي في الشمال السوري والحكومة السورية. كل الترتيبات التي تريد موسكو أن تقوم بها الآن، أولا تفادي عملية عسكرية واسعة، الآن حتى الآن هناك حديث في موسكو أنه لا نعرف إلى أي درجة ستكون يعني درجة اتساع وحجم هذه العملية العسكرية. النقطة الثانية أن تكون هناك إمكانية لبدء ترتيبات من خلال حوار بين الأطراف المختلفة لترتيبات أمنية في هذه المنطقة تضمن مصالح كل الأطراف في كل الأحوال.